قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء بحبس الملاكم المغربي محمد ربيعي شهر واحد، وارتأت المحكمة أن يكون الحكم مع وقف التنفيذ بعد تمتيعهما هو وخليلته بظروف التخفيف بعد أدانتها بتهمة الفساد وفقا للفصل 490 من القانون الجنائي. ووفق ما أوردتها يومية المساء في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن وقائع القضية كتعود إلى نهاية شهر شتنبر الماضي، بحيث قدمت سيدة مطلقة تدعى خاء باء تبلغ من العمر 36 سنة بشكاية إلى مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء، مفادها أنها أقامت علاقة جنسية مع محمد ربيعي. وأبرزت اليومية أن المشتكية وهي أم لطفلة أنهما دأبا على العيش عيشة الأزواج، كما أشعرت الأمن أن ما دفعها لتقديم شكاية ضد خليلها هو شكوكها بأنها حاملة. وأضافت المشتكية: لقد كان وعدني بالزواج، ومن أجل ذلك اكترى لي شقة بمدينة الرباط، وهو المكان الذي دأبنا على اللقاء فيها. وأوضحت اليومية أن محمد ربيعي وهو أيضا مطلق أكد أنه تعرف على المشتكية قبل نحو سنة، وأنه كان ينوي الزواج بها، إلا أنه تراجع عن قراره بعد رفض أفراد من أسرته الزواج بكونها سيدة مطلقة ولها ابنة، وأن ذلك ما دفعه إلى إخبارها أنه يريد إنهاء العلاقة القائمة بينهما. وأحيل المتهمان على المحكمة في جلسة عقدت يوم 17 أكتوبر الماضي، إلا أنهما تخلفوا على الحضور، الشيء اللي دفع هيئة الحكم إلى متابعة المتهمين بما نسب إليهما، خصوصا بعد اعترافهم بالوقائع المنسوبة إليهما، لكنهما بالمقابل التمسوا ظروف التخفيف.